شي شو 2.0. يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم راح نحكي طبعا عن MW2 campaign release. قبل ما ندخل بأي شيء، إذا أنت من محبين الكامبين والستوري مود والسنجل بلاير بالجيمات هدول، أحلى تحية لإلك. وإذا أنت مش من حبينهم، الله يوفقك. شوفوا باتل فيلد ودايس شو صار فيهم، لازم تطولوا ورقة وقلم. هلا راح نحكي عن أمور تتعلق بالجرافيكس. طبعا جرافيكس بهاي الجيم شباب، يعني مش قادر أقول لكم قد إيه جد أنا مبسوط منهم، يعني وين عم بقول لكم. بس تاني إشي اللي هو البلاي ستايل وطريقة كيف الكامبين عاملينه والقصة وكل هدول السواليف. خلينا ندخل هلا مع بعض نحكي بالقصة. تبدأ المودرن وورفير 2 الكامبين بعد من 3 سنين من الأحداث اللي صارت ب 2019. فعندك طبعا الايكونيك كابتن برايس ما غيره، وهو والتاسك فورس 141 141 بجمع بلم كل هالجماعة وبتكمل القصة من هناك. بيجيبوا ناس نعرفهم احنا من قبل ومن الجيم اللي قبلها، اللي هو زي جوست اكيد، غاس، سوب، وبرضه بينزلوا شخصية جديدة اللي هو كورونيل أليخاندرو فارغاس، مكسيكان سبيشال فورسز منزلين يا كبير. وشفته انا باي ذا واي، يعني شخصيته بالجيم محترم الشاب، يعني شو طلع تشرب ما درينك. مازح على جنب. بكمل عندك التاسك فورس 141، في عندك مين بيجيبوا؟ بيجيبوا برضه جنرال شيبرد، بيجيبوا بيرجعوا كيت لازويل والبي ام سي جروب والشادو جروب. وبعدين القصة بتكمل بعد ما قتلوا القتالة، قائد القتالة جنرال غوربراني، خلينا نحكي، مش عارف شو اسمه الصراحة، غوربراني. مين بيجي بعدي يا معلم؟ شخصية رهيبة، وفي عندي برضه هيك اشي زي فان فاكت بسيط نهفة عنه لهاي الشخصية، اللي هو حسن زياني. وحسن زياني مش ناوي على خير، بده ريفنج، بده ناوي ينتقم لجنرال غوربراني وكيف خسره. فهلا عندك الجنرال حسن بده ينتقم، وبشبك مع مين؟ بشبك مع مكسيكان كارتل، انترناشنال مكسيكان كارتل، عصابه مكسيكيه عالميه دوليه عشان ينتقم. ما راح اشرح لكم كل قصه الكامبين، تقدروا تدخلوا تشوفوا التريلر او تقروا قصص كثير موجوده عنها اونلاين. انا حابب ادخل بالجرافيكس، حابب ادخل بالستوري لاين بالجيم وكيف النهفات اللي زايدينها بالجيم الحلوه. هلا قبل ما نبدا قلت لكم في نهفه عن جنرال حسن، هلا طلعت اونلاين اشوف مين بيلعب شخصيه جنرال حسن. حلو، عشان لاحظت بالجيم في كثير بتلاحظوا انه راح تلاقوا من الاي اي بيحكوا عربي بطريقة كتير جدية، فمعناته جايبين ممثلين عرب انهم يمثلوا هدول المقاطع بالجيم. والعربي فيها صراحة لاحظت في عندك لهجة لبنانية، لهجة مصرية، هدول اللي قطهم التنتين، بس انه ناس من هناك او انه ناس شاطرين كتير باللغة العربية. هلا النهفة انه الشخصية جنرال حسن ملعوبة اسود. فاكتشفت وانا اونلاين انه اللي بيلعب شخصية جنرال حسن بالجيم ممثل اسمه ابراهيم رنو. وابراهيم رنو يا معلم طلع مولود بعمان بالاردن، من جماعتنا طلع. ابراهيم رنو عليه خليه يشغلني. على اي حال، هاي جست تيك فون فاكت بسيط. خلصنا من النهفات، خلينا ندخل على الجيم. بالجيم عندك هون الصفحة تقدر تشوف فيها المهمة اللي لعبتها، بتقدر ترجع تلعب المهمة كمان مرة. وبعدين في عندك السينيماتيكس اللي هو إشي رهيب الصراحة، اللي هو بتقدر تشوف كل فيلم انعمل عن كل مهمة موجود هون، بتقدر ترجع تحضره. غير هيك، خلينا احنا ندخل هلا، هاد خلصنا من المنيوز، خلينا ندخل على الجيم. ندخل نقي أمستردام يا كبير، كيد فترن راح نحطها. هلا أول إشي راح تلاحظوه إنه الجرافيكس حتى بالفيلم بالسينيماتيكس خرافي، وبالجيم حتى احلى. خيالي انا، هنشوف يلا. راحت علينا، تحمست زيادة. فهلأ شفتوا هيك، بس حبيت أورجيكم هذا البارت بس عشان رح أورجيكم فيديو هلأ
نفس هذا الجسر بأمستردام واحد ماخده عن جد، وهذا الفيديو راح فايرل طبعا، اللي هو بورجيك قديش قريب الجرافيكس جايبينه. طيب عشان اورجيكم شوية جيم بلاي، نقيت ميشن من احلى الميشنات اللي لعبتها لهلا. انا لسه ما خلصت الكامبين صراحة، عم بمط فيها عشان ما بدي اياها تخلص، مع انها 17 ميشن. بس انا نقيت هاي الميشن عشانها ذكرتني بفيلم خرافي لمارك وولبرغ اسمه لون سيرفايفر، وهذا الفيلم مبني على عملية صارت بافغانستان، اللي هو 4 نيفي سيلز، كان اسمها عملية عباس غار. 4 نيفي سيلز بيعلقوا علقة ما بتفهم ضد الطالبان، وبورجوك بالفيلم شو بصير. بس قريب كتير حسيت هاي المشن عليها، خلينا نشوف. تعطي عليها شوي عشان كانوا النيفي سيلز هدول عم بيحاربوا بنفس الموقف هاد، اللي هو على جبل وعم بيهربوا من الطالبان. هون نفس الاشي، احنا عم نهرب من المكسيكانوز، الجيش المكسيكي بهاي الجيم. وبدك تهرب تتخبى وما في محل تتخبى، وعم تخطخوا عليك من كل محل، فجايبينها شوي كتير قريب عليها. طبعا الاجواء اللي انا كنت فيها، اكيد اكيد كنت خفان عقلي عامل الجيم، انا مطفي الاضواء وكل اشي ومعلي الصوت على اخر، رعب. تحس حالك هناك مع الجرافيكس. طيب هاد وقع لحاله، طلعت هي قلت ماله، شكله كان ماكل طلقة من قبل، بس عاملينها انه شفت وقف هيك وخلص اكسبايرد، انتهت صلاحيته. عساس كمل كمل هون المشن زي هيك، خلينا نقدم شوي. هون في عندك برضو بالكامبين بيجي لك ارمر تروبس معاهم ارمر بليتس، طبعا زي الجوجر نوت بس اخف شوي، عرفت؟ بتواجههم وبيغلبوك الصراحة. حجر لحجر، بدك تهرب، طلع طخ جنبك حواليك كل محل دندرة. عم بلعبها انا على ديفيكولتي فاترن، فاذا بتصير عندك هاي الشاشة حمراء زي هيك بدك تحاول انك ما تبين، يعني عشان اذا بينت رح تموت على طول. بفكحوش الشباب بيسكلي، عاملين الاي اي او البوتس بيسكلي قواية بالجيم، زي ما حكوا قرفونا فيهم. هنشوف. كلير كلير. alright. هنشوف. هلا في شيء كتير حلو برضو، انه بالكامبين تقدر مثلا، انا هلا من فرقاس اخذت منه طلق، كان فادي طلقي قد ما طخيت، فبتقدر تلم منه طلق وتطلع الجيم بلاي مان خرافية الصراحة. اوبا ار بي جي ولعت كبير. دقة. محل تتخبى، لف طخ، تجي لك حجر شغلي عامله ان شاء الله. شباب متت هون على طول، ما ادري حتى بالجيم قد ما انا ايمرست، قد ما انا داخل فيها خف عقلي. وشوف لو لاحظتوا الار بي جي ما ضرب بنفس المحل، بضرب محل ثاني عادي، فعاملين الاي اي فيها انبريدكتبل. No one hit. Good, good. Let's go, baby. Do or die, baby. تكملت المشن اللي كنت عم بورجيكم اياها من قبل، عشان اورجيكم انه في كثير ناس بيطلع حتى بالكامبين للناس الارمر، زي كيف بوور زون القديمه انك كسرت له البليتس تبعونه بيطلع عنده شو اسمه ازرق. كولات نزل. شفت صارت عندي الشاشة حمراء، ضليت مجلس بمحلي بس معين
عشان اذا طلعت او حركت حالي باي طريقه كان نزلني. استنيت راحت راح الدمج عني. بلشت ادور عليه لقيته كبسته هيد شوت اول كلير ثانك يو فيري ماتش. يلا هلام. كمان ميشن بدي اورجيكم اياها اللي هي قريبه كانت على ميشن بنازل كانت بكود 4 مودرن وورفير اللي هي ديث فروم اباف اللي هي بتكون بطياره يا معلم. كل حدا بحب هذا الموضوع وبتنزل فيهم بتعطيهم كلوز اير سبورت وبتساعدهم. اسم الميشن كلوز اير سبورت او كلوز اير. بكون انا جانر بالاي سي 130. فطلع الجرافيكس هون طلع هون انا حاط ثيرمال وبدي احمي سوب وغوست تحت من الاعداء يا كبير من اي حدا بيقرب. راح امسحه معاك 3 تايبس اوف ويبنز 25 ملم اللي هو رشاش 25 ملي طلقة وعندك ال 40 ملم اللي بيكون زي طلقته زي الصاروخ تقدر تحكي والصاروخ الصاروخ القنبلة اللي هو ال LTM تقدر تبدل بيناتهم وتستعملهم حسب كيف بدك. بس نقدم هون نشوف طلع الجرافيكس معنا هيك لما تعمل زوم بالثيرمال تكون شايفهم بضوء وخلنا نشوف يا كبير. هاي هون هلا هون عم استعمل 25 ملم فقعت سيفيليان مات على طول. فقلت اوكي لازم نركز اكثر فيها هاي. طبعا هو لما تطخ راح ياخذ ثانيتين لعبين ما تضرب الطلقه بالارض فبدك تعين وتطخ قدامه ولا راح ينزل صاروخك يفكح. عرفت؟ هون بتشوف هدول السيارتين بينزلوا. حولنا لل LTM يا كبير لل 40 ملم. يا سلام يلا سلام. اعطونا كليرنس نفقع البيلدينج مسحنا الدنيا كلها. تخيل قد ايه بتخوف الاي سي 130. فالجيم بلاي كثير فيها تسلايز صراحه وصعبه يعني. عدتها هاي الراوند عدته مرتين عرفت عشان عم بضرب سيفيليانز فقعت البيلدينج قبل ما يحكوا لي افقعها. فبتشوف هلا قرا حول عشان اقدر اشوفه. عجقت معي هون شوي كان لازم بالضبط افك الثيرمال عشان اشوفه اخذ فيجوال عنه. راحت عليهم الشباب اللي بالبيت الصراحه. ليفل ذا جرين هاوس كبير. قلت استعمل الفورتي عشان اسلخها صح. خلصنا عليها. مو معقول الصراحه الساوند افكتس مع الجرافيكس اشي بيخوف الصراحه. وبس هاي راح اورجي هذا المقطع من هاي الميشن عشان ما احرق لكم اياها. كمان كليب من ميشن راح اورجيكم اياها اللي هو انا اللي هو جاس بكون بالجيم وبرايس طالعين ريكونيسنس سلاش سنايبر ستيلث ميشن مع بعض. خلينا نشوف هون عم بقرب عليه عشان اشوف كيف الكلي تاعته بين الشجر وكيف تبين من الجرافيكس. فصراحه جيلي سوت مرتبه. جيلي سوت اللي هي السوت تبعت السنايبر يكون لابس الارض بيسكلي حشيش وشجر وسواليف. طلع هون بس عم بتطلع على الجرافيكس تبعون الباروده والكامو اللي عليها. على اي حال خلينا ننزل السنايبنج داينامكس بالجيم بهاي الميشن. بورجوك لما كابتن برايس بيقول لك انه تعين فوق فعشان في عندك مسافه كبيره ما بتقدر بس تحط شو اسمه راسه بالكروس هير وتنزل. لازم تستعمل المعايير الثانيه الموجودين بالعيان اللي هو تعين فوقي وهدول الدرجات اللي تحتيها. خلينا نشوف هون لازم ننزل هدول الثلاث جنود بطلقتين. فعم بستنى بس طلع دي معين فوق راسه. عم بستنى وبطخ من قبل تيجي فيه هيد شوت كولاترال. عمك برايس بيقول لك نايس فاكين شوت هاف ا نايس داي.
شايف بيقول لك 3 and a half notches انه 3 درجات ونص تعين 3 درجات ونص الطخ بنزل زي الساعة يا كبير. ان شاء الله انبسطتوا بهذا الفيديو قد ما انا انبسطت وانا عم بعمله الصراحة. ورجيتكم ملخص صغير للجيم، نقيت احلى مشينات حبيتهم بالجيم، والجيم هي المفروض الاوفيشل ريليس ديت بعد يومين، مش ضايلها اشي. فاذا انت مش شاري الجيم لهلأ صراحة مش عارف ايش عم تعمل، اكيد مش راح تكون جيمر يعني، عشان اي جيمر هلا، اي واحد بحب من عشاق ال FPS جيمينج ستايل، هاي راح تكون النمبر 1 عنده على الليست هلا. فاكيد انا كتير متحمس لتنزل الجيم، وبس تنزل اكيد راح ينزل مليون ابديت ومليون باج ومليون سواليف ممكن نحكي فيها بالمستقبل مع بعض. بس ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب اذا حبيتوا الفيديو، وابعتوا لاصحابكم مان، خلينا نسولف، ابعتوا لي على الكومنتس اذا في عندكم اي افكار، اي شيء بدكم يعني احكي فيه، او في عندك شيء انا مثلا ما حكيت فيه او حكيت فيه وعجبك، او اي شيء في عندك الكومنت سكشن استعملها. لايك سبسكرايب، تل نيكست تايم، يلا سلام.